مرحبا بكم متتبعي مسلسل تل الأرياح، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 105 مترجمة للعربية. وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك ومشاهدة الحلقة للنهاية. وفي بداية الحلقة كانت نظرات حب فيما بينهم بين خليل وزينب، وبعدها قال خليل: مشاكلك لا نهاية لها، هل لديك حساسية أخرى غير النحل؟ قالت له وهي تبتسم: لا شيء على حد علمي. ثم بعد ذلك قالت له: لقد أوقعتك في مشكلة مرة أخرى. قال لها: على الأقل أنت تعرفين ذلك. وقال لها: هل أنت بخير؟ قالت له: أنا بخير، فقط أشعر بالبرد. وقال لها: هيا لنخرج من البحيرة، وهي كانت تبتسم. وقال لها: هيا تمهلي، أدخلي إلى الكرفان، كل شيء هناك منشفة وملابس. وبعدها دخلت زينب، وكان خليل يطرق الباب عليها ويقول لها: أنا هنا، لن أذهب إلى أي مكان، ولا توجد لا نحل ولا شيء. ثم خرجت وهي تقول خليل، كانت مندهشة. ثم قال لها: ما بك، هل هناك نحل؟ قالت له: لا، فقط كنت أمزح. هك خذ منشفة، كان ينظر إليها. قال لها: لا بها. قالت له: لا، هيا خذها أنت، شعرك مبلل وأنت كذلك سوف تمرض. وبعدها كان ينتظرها في الخارج، وقال لها: هيا، هل ما زلت لم ترتدي ملابسك بعد؟ ثم خرجت وكان ينظر إليها من قدميها إلى الفوق، وكان يتطلع عليها، وقال لها: ماذا، هل أنا أبدو مضحكة؟ قال لها: لا، أنت لا تبدين مضحكة. وكان يبتسم. ثم قالت له: حسنا، سوف أذهب لكي أغير وألبس ملابسي ورغم أنها مبللة. قال لها: لا، فقط كنت أضحك معك، لا تبدين مضحكة ولكن تبدين لطيفة. ثم بعد ذلك قال لها: حسنا انتظري. كان يريد أن يأخذ شيئا من شعرها. وبعد ذلك قالت له: لم أنتبه. وبعدها قال لها: شعرك ما زال مبلل. وبدأ خليل يمسح لها وينشف لها شعرها، وكانت نظرات حب فيما بينهم. وبدأت زينب تشعر بالإثارة، وقالت له: تمام، حسنا توقف. ثم بعد ذلك قالت له: هيا اذهب لكي تغير ملابسك لكي لا تمرض. وبعدها ذهب خليل وكان يقول بداخله: أتمنى أن لا ينتهي هذا اليوم أبدا. كان يتحسر. وبعدها كانت زينب كذلك تقول: أتمنى أن لا ينتهي هذا اليوم أبدا. وفي طريقهم إلى القصر كانت حزينة، وقال لها: ما بك؟ قالت له: هل سوف نذهب إلى المنزل؟ قال لها: وأين تريدين الذهاب؟ قالت له: يعني إذا ذهبنا إلى الأرض لكي نتفاوض عليها. قال لها: كل شيء تمام، ولقد تحدثت مع الذين يختصون في هذه الأمور. ثم بعد ذلك قالت بدأت تشعر بالبرد، وقال لها: ما بك، هل تشعرين بالبرد؟ قالت له: لا، قد شعرت بقشعريرة. ثم بعدها قال لها: هل نقف لكي نشرب بعض القهوة أو شيء ساخن؟ قالت له: هل أنا أقف بهذه الملابس؟ قال لها: وكيف، هل هي غير جيدة؟ قالت له: لا، إنها جيدة وأحببتها. ولكن ثم بعدها قال لها: كيف؟ قالت له: يعني أبدو كطفل مصغر من خليل. ثم قال لها: كيف؟ بدأت تضحك وهو كذلك. قال لها: كيف يعني؟ قالت له: هكذا تقول، يعني هيا اذهبي لكي تنظفي الحظيرة، هيا. قلت: سوف يحصل، يعني سوف يحصل، سوف تسمعين كلامي. كانت تقلده بكل تصرفاته القاسية، وكان خليل يتذكر تلك الأشياء، وكان مصدوم من كلامها، وكان يقول: ماذا فعلت بك يا زينب؟ وكان يقول: هكذا أنا سيء. قالت له: لا، ولكن أنا فقط تذكرت أشياء وذهبت بعيدا بعض الشيء. وقال لها: أتمنى ألا يكون فقط هذا الشيء الذي يدور في ذهنك عني. قالت له: بصراحة هذا الشيء هو الوحيد الذي يدور في ذهني، ولكن هذا الشيء عادي. كان خليل مصدوم لأنها تتذكر عنه فقط الأشياء السيئة، وتوقفوا لأن زينب شاهدت طفل فقير من بعيد. قالت له: آه يا عزيزي، انظر إلى ذاك الطفل الفقير، سوف يظل طوال النهار هنا، لا أحد يمر من هنا، وسوف تظل الزهور بين يديه. ثم بعد ذلك توقف خليل أمامه، وأتى ذاك الطفل وقال له: عمي، هل تأخذ واحدة لحبيبتك؟ قالت له زينب: سوف أخذ واحدة إلى جدتي. وبعدها ذهبت لكي تأخذ الحقيبة منها المال. وعندما عادت وجدت خليل اشترى كل الزهور، وقالت له: أين الطفل؟ قال لها: لقد باع كل الزهور وذهب إلى بيته لكي يلعب. قالت له: شكرا لك. وكانت سعيدة لأنه اشترى منه كل الزهور. وقال لها: دعينا نضع هذا على قائمة طاولة طعامنا.
ومر الوقت وعاد خليل وزينب إلى القصر، وكان خليل في المكتب وهو يتذكر كلمات زينب له عندما قالت له، يعني عندما تذكرت فقط الماضي المؤلم الذي كان يعاملها بقسوة، وكان يتخيل كلامها عندما كانت تقول أعني يعني أنت طرحت سؤالا وأنا جاوبت، ولكن على أي حال لقد كان اليوم هو نقطة تحولنا. وكان خليل يقول هل من الممكن أن تكون حقا هذه هي بدايتنا الأولى؟ وبعد ذلك دخل ألبر وكان يقول له أوه لقد عدت، لقد ذهبتم منذ الصباح، لقد قضيتم يوما ممتعا، أخيرا عدتم، هل أنت أن متعب؟ وكان يقول له كان يقول له خليل ما الذي يحدث؟ ما الذي تتحدث عنه؟ ما خطبك يا ألبر؟ قال له لقد أردت أن ترتاح زينب، قال له نعم لقد استراحت، ثم قال له لا تقلق أريد أن أقضي وقتي بعيدا عن الضوضاء، وقال له على الأقل يا ألبر لأقوم بعمل الآن، قال له حسنا هل لديك شيئا آخر لكي تقضيه أم سوف تظل هنا؟ قال له لا سوف أذهب لكي أنام، تصبح على خير، وقال له خليل تصبح على خير. وأتى إيرين له بالأعمال، ثم بعد ذلك بدأ يتحدث معه عن يومه، قال له لقد قضينا يوم ممتع، وكذلك زينب على الأقل ممكن أن أعوضها أو أتلافى ذاك الشيء الذي فعلته بها. وبعدها قال له إيرين يا أخي ولكن ألاحظ على أن البحيرة ساعدتك. كان خليل بدأ ينظر إليه بنظرات ثم قال له لم أقل شيئا. المهم بعدما خرج إيرين كان خليل يتذكر تلك اللحظات الجميلة مع زينب. ومر الوقت وكانت زينب في المطبخ، كانت تحاول أن تطبخ لنفسها بعض من القهوة أو الشاي، ثم بعد ذلك أتى خليل وقال لها أين هي تلك الطفلة الصغيرة أو خليل المصغر؟ نظرت إلى نفسها وقالت له لم أعد تلك الطفلة، الآن أنا عدت إلى جوهري الأصلي زينب. وبعد ذلك كان خليل ينظر إليها وقال لها أنا أريد كذلك قهوتك التي اعتدت عليها، وبدأت تجهز تلك القهوة. وبعد ذلك اقترب منها خليل وقالت له اليوم كان ممتع بالنسبة لي كما لو أنني خرجت من الجحيم ودخلت إلى الجنة. وبعدها كانت قلقة وحزينة ونظر إليها وقال لها ما بك هيا قولي لي، وبدأت زينب تتخيل تلك اللحظات التي سقطت فيها في الركامة. وبعدها عادت من خيالها والدموع في عينها وقال لها خليل ما بك هل أنت بخير؟ قالت له أنا بخير أنا سعيدة، وقال لها هذا أكثر شيء أريده. وبعد ذلك قالت له بالمناسبة ملابسك سوف أغسلها وأعيدها إليك في أقرب وقت ممكن، قال لها كنت سوف أقول لك احتفظي بها ولكن سوف تبدو غريبة بالنسبة لك، وبدأوا يضحكون. وبعدها قالت له حسنا ليلة سعيدة، وقال لها ليلة سعيدة، وكانوا يتبادلون مع بعض حب وغزل ونظرات من الإعجاب. وذهبت وكانت في الغرفة وكانت تتخيل تلك المشاهد الجميلة فيما بينهم وهو كذلك. وبعدها عاد خليل ودخل إلى المكتب وكان يتحدث مع إيرين وقال له إيرين ها عدت ماذا فعلت؟ قال له لم أستطع فعل أي شيء، لقد كانت المرأة مريضة ولم أستطع أن أقول شيء، وكان كأن خنجر كان يقف على قلبي لا أستطيع حتى رفعه. وقال له إذا سألت المرأة عن المرأة هل لها أي صلة بوالدتك؟ قال له لم يكن لهذا أي معنى، فقط حاكمتني نار الانتقام بداخلي، لقد فقدت إنسانيتي يا إيرين، أنا لست شخصا حيا، أنا عبدا لهذا الغضب. وبعدها دخلت سونغول وكانت تقول له أريد أن أتحدث معك، وخرج إيرين وبعدها ترك الباب مفتوح وكانت تقول له انظر خليل أنا أفهمك وأعرف تعاطفك جيدا، لكنني لا أعتقد أنك ذهبت بعيدا مع هذه الفتاة. ثم بعد ذلك قال لها لم أذهب بعيدا أو أي شيء، أفعل ما يجب علي فعله في الواقع، لقد فعلت ما علي فعله. ثم بعد ذلك قالت له أنا أفهمك أنت تريد هذه، إذا كان الأمر مؤلما فأنت تشعر بالأسف لفشله بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك، ولكن نعم أنت تشعر بالأسف من أجل هذه الفتاة. قال لها نعم أشعر بالأسف ومسكينة ومثيرة للشفقة. سمعت زينب هذا الكلام وكانت تبكي وذهبت ولم تكمل الحديث، وقال لها هل شعرت الآن بالارتياح؟ سوف أقول لك مرارا وتكرارا سوف ترتاحي عندما أخبرك
بهذا الكلام، ولكن أنا أفعل ذلك، لكن هذه ليست هي الحقيقة، فأنا لا أشعر بالأسف عليها. ولكن زينب هي فتاة ذكية ومجتهدة، وأنا أريدها أن تكون مساعدتي، ولقد عاملت الفتاة بطريقة لم تستحق منذ أشهر، والآن مهما كان ما أفعله فأنا أقيسه وأوزنه وفقا لشروطي الخاصة. وقالت له: يبدو أنك نسيت على أنهم من قاموا بطرد والدتك. ثم قال لها: يكفي، لا أريد التحدث بهذا الموضوع الآن، أغلق هيا. وفتح الباب لكي تخرج. وبعدما سمعت زينب كلامهم ذهبت وهي حزينة، وكانت تقول: إن أنا مثيرة للشفقة، لقد كانت عمته على حق، أنا ساذجة تماما، كيف صدقت ذلك؟ في الواقع كان كل شيء واضحا جدا، لقد رأيته بشكل مختلف. ثم بعد ذلك أتى خليل وقال لها: زينب، كنت أتصل بك منذ الصباح لكي نذهب، لماذا لا تردين؟ قالت له: لن أذهب. قال لها: لماذا؟ قالت له: لأنني لست مستعدة. قال لها: كيف يعني هذا؟ ثم قالت له: سوف أستقيل، سأترك وظيفتي. قال لها: كيف تركتي هذا الشغف؟ كيف تحبين هذه المهنة وتتركينها؟ ثم بعد ذلك قالت له: سوف أعود لعملي الخاص لصنع القهوة والشاي. ثم قال لها: لماذا تتحدثين هكذا؟ قالت له: لأنني سوف أستقيل، لن أذهب إلى العمل. كان خليل لا يعلم ماذا بها. وبعدها ذهب خليل، قالت له: هيا اذهب، سوف تتأخر عن اجتماعك. وعاد وآتى ألبر وقال لها: ما بك؟ ألن تذهبي إلى الاجتماع؟ قالت له: لقد تركت وظيفتي كمساعدة. قال لها: عظيم، سوف نبدأ العمل معا، لقد أردت العمل معك منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، فأنا أرى النور والقوة فيك يا سيدة الحجر، يعني أنت مثل الألماس. وبعدها أتى خليل وكان ينظر إليهم. وبعدها ذهبت زينب، وبدأ خليل ينظر إلى ألبر بغضب، وذهب كذلك ألبر. وبعدها أتى خليل إلى زينب للمطبخ وقال لها: ما بك يا زينب؟ قالت له: ماذا تريد يا سيد خليل؟ هل قهوة أم شاي؟ وبعد ذلك قال لها: أنا أسألك ماذا بك؟ قالت له: حقا، إذا كنت تريد أن أصنع لك غريبة أو شيئا من هذا، أو أصنع الآن وأحضر لك الملفات. قال لها: حقا، أنا أسألك ما بك؟ ماذا هناك؟ هل ألبر يزعجك؟ كان يقولها يقولي لي، وكان لا يريد أن يتركها تذهب. وبعد ذلك قال لها: اليوم سيكون لنا لقاء عمل. ثم قالت له: ماذا تريد لهذا اللقاء؟ هل أحضر لكم العشاء؟ قال لها: حقا، قولي لي ما بك؟ لماذا تتصرفين هكذا؟ ثم قالت له: لقد سمعت كلامك مع عمتك. ثم بعدها قالت له: أنا مثيرة للشفقة. كان يتخيل كلامه لعمته، وبعد ذلك كان يبتسم. قالت له: لماذا ما زلت تضحك؟ ألم تقل كذلك؟ قال لها: نعم قلت، ولكن أنت لم تسمعي بقية الكلام. يعني قال لها: أنا قلت عليها، أنا أريدها لأنها مجتهدة وذكية، وهي سوف تظل بهذا العمل لأني اخترتك لأنك فتاة ذكية. المهم، قالت له: حقا، هل قلت هكذا؟ قال لها: نعم، ولكن أنت لم تستمعي إلى الكلام كله. وبعدها قال لها: حسنا، اتفقنا بأن نكون عمال مع بعض وأنت مساعدتي. وكان يصالحها، وعادت زينب للابتسامة. وفي هذه اللحظات كان خليل يتجهز ويرتدي الملابس، وكان يتخيل كلام زينب له عندما قالت له: أنا آسفة، حقا لقد أسأت الفهم. وكان يقول بعد ذلك: ماذا لو سمعت بقية الكلام؟ كان خائف من أن تسمع بقية الكلام مع خالته. ثم قال: لا، يجب علي أن أكون حذرا، لا يجب عليها أن تعلم بهذه الطريقة. وبعدها كانت زينب كذلك ترتدي ملابسها، وكانت الجدة تقول لها: آه، حال العشق. كانت تتخيل كلام خليل لها عندما قال لها: أنت أكثر وحدة ذكية وجيدة عرفتها في هذه الحياة. وكانت تبتسم مع نفسها، وكانت الجدة تقول: ما هو الشيء الذي جعلك تبتسمين؟ آه، على العشق، إنه قوي جدا لدرجة جعلك تبتسمين. هل سوف تذهبين في رحلة مع خليل مرة أخرى؟ وقالت لها زينب: لا، لدينا ضيف سوف يأتي لهذا. ثم قالت لها: حسنا، وتركتها تنام. وفتحت الباب ووجدت فتاة، وكانت زينب مصدومة منها، وقالت لها: مرحبا. قالت لها: لقد جئت من دعوة لخليل. ثم قالت زينب في داخلها: لقد ذكر رجل اسمه إيركومنت، ومن هذه؟ ثم بعدها قالت لها: بيرنا، هل سوف أدخل؟ قالت لها: نعم بالطبع، هيا أدخلي، أنا آسفة. ودخلت، وعندما دخلت كان خليل يبتسم لها وقال لها: بيرنا. ثم احتضنت وقالت لها: مرحبا. قالت له: عزيزي خليل.
وكانت زينة في هذه اللحظة تنظر إلى خليل وراح تولع في نفسها من الغيرة. وكانت هذه هي نهاية الحلقة، فضلا منكم صديقاتي لا تبخلوا باللايك ومشاركة الحلقة مع الأصدقاء، وشكرا.